السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم في فيديو جديد من لعبة ماي بلاي هوم، قصة الأخت المتكبرة. يلا نبدأ. أخيرا انتهيت من واجب الرياضيات. يا إلهي أشعر بالملل كثيرا، ماذا سوف أفعل؟ أضع الكتاب في الحقيبة. يوم خميس، ولكن ماذا أفعل؟ يوم خميس ممل حقا. أخ، أريد بعض المتعة. يا إلهي تلك التي اشتريتها جديدة. أختي، مرحبا يا أختي. مرحبا، ماذا تريدين؟ هيا اذهب خارج غرفتي. ماذا بك؟ أنا فقط أريد التحدث معك، فأنا أشعر بالملل. هيا اذهبي اذهبي أرجوك، أنا لا أريد أن أتكلم مع أطفال. حسنا هيا اذهبي. ما بها هذه هكذا؟ جاءتني فكرة، لماذا لا أذهب عند صديقاتي وأدعوهم؟ فكرة جيدة، أذهب إلى أمي وأقول لها. صباح الخير يا أمي. صباح النور يا صغيرتي، ماذا هناك؟ أمي أريد أن أذهب عند صديقاتي، صديقتي ليا، إنها تعزمنا جميعا إلى بيتها، ولكن الأسبوع الماضي ذهبت إلى صديقتك أعتقد لا أعلم ما اسمها. اسمها ليلي. أجل ذهبت إليها، والآن تريدين أيضا تذهبي لصديقتك هذا؟ أمي أرجوك، اليوم ليس لدي شيء، اليوم هو يوم خميس، ماذا بك؟ لا أمي أرجوك. سمعت أنها تريد أن تذهب عند صديقاتها، فأقول لأمي لا تذهب عند صديقاتي. أمي ماذا هناك صغيرتي؟ أمي أريد أن أذهب إلى عند صديقاتي. ها حسنا أريد أن أذهب عنده، فأنا كبيرة. حسنا اذهبي اذهبي. أمي وأنا قلت لك أن تذهب صديقاتي قبلك. يا عزيزتي أختك هذه كبيرة، عمرها 20، لذلك يمكنها الذهاب لأنها كبيرة، ما أنت صغيرة. لا أمي ماذا؟ يا إلهي لا أصدق هذا، ما هذا؟ يا إلهي أنا محتارة، لا أعرف ألبس هذا أم هذا، كلها جميلة ولكن أعتقد أنني سوف أرتدي هذا. لا لا ليس جميل كمان. يا إلهي ما هذه الملابس؟ ماذا هناك يا ابنتي؟ أمي ليس لدي ملابس جميلة، أريد واحدة من عندك. أجل يا صغيرتي بالطبع ملابسي كلها لك. شكرا شكرا يا أمي. يا إلهي أنني مصابة مرغثيا حقا، أنا ليس لدي سوى هذا، لبدل ملابسي أنا كمان لي كم يوم بهذا اللبس، رائحة ملابسي فظيعة. شكرا لك يا أمي، فأنا أعرف كيف أشكرك. لا بأس لا بأس، أنت صغيرة منك. واو عقود أمي جميلة، لأخذ هذا، وأيضا سوف أرتدي. واو هذا جميل جدا، لم أراه يوما في خزانة أمي. يا إلهي أمي لم ترين هذا اللبس أبدا. أجل كنت اشتريت لك هدية. ماذا حقا؟ أجل يا صغيرتي لا أصدق. شكرا لك يا أمي فعلا. لا بأس. أمي ماذا هناك؟ أنا جائعة جدا، أريد أن أكل. يا ابنتي انتظري والدك وبعدها سوف نأكل سوية. هيا انتظري سوف أطهو الطعام الآن، هيا ساعديني. أمي ولماذا أختي الكبيرة لا تساعدك؟ إنها أكبر مني وهي المفروض أن تساعد. يا عزيزي ألم تعرف أنها تذهب لصديقاتها؟ وماذا في هذا يعني؟ أصبت هي ساعديني، ضعي الصحون هيا بسرعة، ليس منك فائدة. اليوم فعلت معك بفطور تقول ليس لي فائدة. أصبت ولا تكثري، هيا انتظري والدك. بعد ربع ساعة. بسم الله يوجد أحد؟ لماذا الجو بارد؟ أنا من شغل المدفأة. مرحبا هل يوجد أحد في البيت؟ أجل نحن هنا نطلب الغداء. حسنا إذا أين جيسيكا؟ إنها في الأعلى، إنها تريد أن تذهب عند صديقاتي وهكذا. حسنا إذا أبي قلت لهم أن أذهب عند صديقاتي ولكن قالت لا، وبعدها قالت جيسيكا نعم. ماذا في هذا؟ أنا أختي الكبيرة. اسمتي يا فتانة، سوف نضع الطعام، هيا اذهبي ونادي اختك. لا لا اريد، اذهبي وناديها بسرعة، قلت لك انا هذا، هيا انه امر، هيا اذهبي. ما هذا؟ هاي ماذا تريدين هكذا؟ لا اعرف ان تطرق الباب.
آسفة، ولكن هيا تعالي على الغداء. تعالي تعالي أنت، ماذا هناك؟ اذهبي واجلبي لي المكياج بسرعة. ولكن أنا لست خادمتك. اصمتي هيا، أنت أصغر واحدة في المنزل، وهي التي أصغر واحدة هي التي دائما تجلب الأغراض وهذه الأشياء. هيا بسرعة اذهبي هيا، ولا سوف أخبر أمي. يعملون كأنني خادمة، ما هذا؟ أين المكياج الثاني؟ أوف. تفضل المكياج. أوه ليس، شكرا. وخذي هذه، ودي الصالة أيضا، لماذا لا أعرف لماذا أمي جلبتها. هي خذي. أوه لا المكياج. أوه شكرا، لا. شكرا شكرا لك. أنا لا أستطيع تحملها. أوه حسنا، لقد كانت حفلة جميلة. شكرا شكرا لكم لأنكم عزمتموني. أوه لا بأس، تعالوا معي إلى عند المنزل، ما رأيكم؟ تشري هي، تعالي. أوه من هذه الفتاة؟ أوه أختي، من قال لك اخرجي في الخارج؟ ليس لك دخل ولا شأن ولا شيء، أمي قالت لي. أوه لابد أنها أختها. ستكون على ماذا؟ لا شيء لا شيء، تعالي أدخل أمامي إلى المنزل، هيا أسرعي. لا أريد، ليس لك دخل. يا صديقتي شكرا لكم لأنكم أتيتم، هيا اذهبوا، يمكنكم الذهاب. أوه بالطبع، صحراء يا أمامي بسرعة في المنزل، ليس لك شأن بي، ادخلي. أمي ماذا هناك؟ لقد رأيتها في الخارج، وهي أيضا تلعب في الخارج، وهذا، وأنا أتيت منطقتها ورأوها وهي بلبسها هذا القبيح، اف ورعتها معفنة. يا ابنتي أنت لك، ليس لك دخل بها. حسنا، أنت فعلا شايفة نفسك ومتكبرة. ماذا؟ أنا أجل أنت، أتركها تلعب وماذا في هذا؟ ها؟ هيا اذهب إلى غرفتك. أساسا لا أريد بقى معكم، ما هذه العائلة؟ أوه يا إلهي، لقد فشلتني أمام صديقاتي، لا أصدق لا أصدق، ورائحتها تلك. جيسيكا تعالي وساعدينا في تحضير العشاء بسرعة. جيسيكا لا 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 أكلمك، لا أريد، أتركيني وحدي. تعالي يا حقا ساعدينا في تحضير العشاء. لا أريد، أنا أمي سوف أساعدك في تحضير العشاء. أوه شكرا لك يا صغيرتي، ولكنك اليوم ساعدتيني في تحضير الغداء. أوه لا بأس، هيا تعالي نحضره سوية. أوه عزيزتي شكرا لك فعلا، أنا أعرف كيف ظلمتك في الأيام الفائتة، يا ترى أنت من خشية صديقاتك وليست هي. أخبرتك يا أمي، آسف آسف. هيا الآن نحضر العشاء. في الصباح، أريد أن أخبرك بشيء يا مايك. ماذا هناك؟ لقد لاحظت على جيسيكا التكبر وتلك، لا أعرف، ولكن صفات غير سيئة جدا، ولكن أنا لم ألاحظها، ولكن عندما أخبرتها بأن تأتي وتساعدك بالأمس في العشاء لم تأتي. أجل، وهذه من صفات التكبر حقا، لاحظت مع أختها كثيرا تعاملها، أنا دائما أسمعهما يتخاصمان، وهي دائما متكبرة تكون على أختها. وتذكر تلك الموقف الذي حصل بالأمس عندما قالت لا ونتفشل من أختي تلك الأشياء. أجل أجل، وماذا في هذا؟ حسن، لدي خطة لكي نعلمها أن لا تفعل تلك الأشياء. صباح الخير. أوه صباح الخير يا أمنتي، كيف حالك؟ أوه بخير يا أمي، وأنت؟ نحن أيضا. تعال تعال، لدي خطة لأختك. لماذا؟ نحن لاحظنا بأنها متكبرة جدا. أوه أجل، وأخيرا لاحظتم هذا؟ حسنا، لدينا خطة لها. ما رأيكم بأن أنت مثلا عندما تخبرني بشيء أولا، وأنت تعالي اسمعيها وتعالي مباشرة وقولي لا أنا أريد تلك، أنا لا أعرف ماذا سوف تقول، ولكن الذي تقوله أجل أن أفهمك يا أمي، وبعدها سأقول لك نعم وهي لا. ما رأيك؟ فكرة جيدة جدا، وبعدها سوف تشعر بأنها كانت معك بهذا التعامل. حسن، إذا هي نفذ الخطة. أوه رأسي يؤلمني كثيرا. أوه يا إلهي، غرفتي مكركبة، ما هذا؟ ماذا سوف أفعل الآن؟ يا إلهي، سوف أذهب للسوق لكي أذهب وأجلب عصائر وحلويات، لأن أصدقائي سوف يأتوني أعتقد غدا، أو أجل أعتقد أنه غدا. شيء سوف أذهب لأقول للأمي، ولكن أول لابد الملابس، ما هذه؟ أوه سوف ألبس هذا، أي شيء. حسنا، أوه حسنا، صباح الخير، صباح النور.
ماذا بك صغيرتي هكذا تهففين؟ أه لا أريد شيء، ولكن أنا أريد أن أذهب للسوبر ماركت يا أمي، هل تريدين شيء؟ لا. وزان تعالي 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 تعالي، ماذا هناك؟ أمي أنا أريد أن أذهب للسوبر ماركت. بالطبع يا صغيرتي. أمي ماذا؟ أنا قلت أولا قبلها. هيا اذهب لغرفتك بسرعة. أمي ماذا؟ لا أصدقها، أنا أمي أنت ماذا تقولين؟ سمعتيني ماذا قلت؟ أنا أذهب لغرفتك. هل تسمعين أنت؟ أليس عندك أذان؟ أمي فكرة جيدة زبطت. أنا أريد أن أذهب للسوبر ماركت. هيا اذهب أي مكان كي تعرف أنك تذهب للسوبر ماركت. أو حسنا ابنتي. أم لا أريد أن أتحدث معك. اسمعيني جيدا، أنا فعلت هذا لكي تعرفي عندما كانت أختك تقول لي أنا أريد الذهاب، وبعدها أنت تأتين وتقولين بكل تكبر حسنا، وبعدها هي تبكي وهكذا. هل تفهمتيها الآن؟ أمي أيضا هي صغيرة أصغر منك وضعيفة، وأنت أكبر منها وهكذا تفعلين، فما بالك هي؟ أمي أنا فعلا آسفة. قل لها آسفة، هي ليست أنا. في المساء. آسفة أنا مو بعد قليل سألبس البيجامة. أختي مو ماذا هناك؟ ماذا تريدين؟ هل تريدين أيضا تتكبري علي؟ أو لا لا لا، أنا لم أتي لهذا الشيء حقا، فعلا أنا أريد فقط أن أتأسف منك عن تلك المواقف التي فعلتها، موقف التكبر، أنت تعلمين ذلك. أو أجل لقد فهمتك. ماذا تريدين الآن؟ أنا فقط أريد أن أقدم لك هذه الهدية. التاج الذي حلمت به. شكرا شكرا لك، أنت أفضل أخت على الإطلاق. أنا فعلا فقط أريد، لا أريد فقط أن تعجبك هذا التاج وتسامحيني فقط من أجل التاج، أريدك أن تسامحيني بصدق. أوه فعلا فعلا أنا سامحتك بصدق، أقسم لك ليس فقط من أجل التاج، حتى التاج لا أريده، أقسم لك أنني سامحتك. شكرا لك يا أختي، ولكن يجب عليك أخذ التاج. أنا كنت أمزح أساسا. فعلا شكرا لك. أوه لا بأس. من الجيد أنكم تصالحتما. أو أنتم تسمعين؟ أنا أيضا أسمعكم، فعلا نحن عليكم أن تتسامحا حقا، لأننا منذ زمن نحن نتضايق عندما تتقاسما. كله بفضل الله ثم بفضلكم فعلا. وبس هذا الفيديو، أتمنى أعجبكم، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. باي.